بسم الله الرحمن الرحيم. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، قسم العلوم العامة، الصف الأول، إعداد الأستاذ خالد زكريا معلم العلوم للصف الأول بالمدرسة. اليوم طلاب الأعزاء مع الدرس الخامس بهذه الوحدة، وهو بعنوان كيف أتجنب التسمم الغذائي؟ هيا معا طلاب الأعزاء لنبدأ الدرس. في البداية طلاب الأعزاء لدينا هذا الطعام. من يخبرني طلاب الأعزاء هذا الطعام طازج أم غير طازج؟ يقول أحد الطلاب بصوت عال ومرتفع: يبدو يا أستاذ من شكل الطعام أنه غير طازج وأيضا متعفن، فهو طعام متعفن. أي طعام متعفن بالطبع هو طعام غير طازج. إذن شكل الخبز متغير، شكل شرائح اللحم متغيرة، شكل الطماطم متغير، الخبز عليه بقع سوداء، وبالتالي فهو طعام متعفن. أيضا هذا الطعام الذي بدأت تنمو عليه أشياء بيضاء مثل الشعر ذات رائحة سيئة وملمس سيء، هذه الأشياء أيضا عفن. إذن أيضا هذا الطعام متعفن، والطعام المتعفن طلاب الأعزاء نعلم أنه طعام فاسد لا يجب علينا أكله، يجب علينا التخلص منه. لماذا؟ كما قلنا سابقا أن أكل الطعام المتعفن الفاسد قد يسبب لنا الأمراض أو يسبب لنا التسمم الغذائي. الآن طلاب الأعزاء لدينا هذا الشخص وهو جوعان جدا يريد أن يأكل، وجد هذا الطعام ظن أنه طعام عادي فقام بأكله. ما الذي يحدث لهذا الإنسان بعد أكل هذا الطعام؟ هل هذا الطعام جيد؟ هل هو طازج؟ هل طعمه لذيذ؟ هو طعام بالأساس، هذا الطعام طعام متعفن، الخبز يبدو أنه متعفن. إذن هذا الإنسان أكل طعاما متعفنا، طعاما فاسدا. الذي يحدث له هذا الطعام يسبب له التسمم الغذائي. عندما نأكل طعام متعفن الذي يحدث لنا أننا نصاب بشيء يسمى التسمم الغذائي. هذا يحدث عندما نتناول أو نأكل طعام متعفن، طعام فاسد. كيف طلاب الأعزاء نعلم أن هذا الشخص مصاب بالتسمم الغذائي؟ أول شيء، أول علامة على علامات التسمم الغذائي وجود وجع في البطن. بعد أن يأكل الإنسان هذا الطعام بفترة يحدث له وجع وألم شديد في البطن، ألم عظيم وشديد للغاية. فقط هذه العلامة. هناك علامة أخرى وهي الإسهال، أن هذا الإنسان مع هذا ألم، مع ألم البطن يحتاج لأن يذهب إلى الحمام كثيرا جدا بعدد مرات أكثر من المعتاد، ويكون مصاحب مع هذا وجع في شديد في البطن. إذن الذي يأكل طعام متعفن ما الذي يحدث له؟ يحدث له التسمم الغذائي. ما هي علامات التسمم الغذائي طلاب الأعزاء؟ أولاً وجع وألم شديد في البطن، العلامة الثانية هي الإسهال. إذن طلاب الأعزاء كيف نتجنب التسمم الغذائي؟ كيف نحمي أنفسنا من التسمم الغذائي؟ من يخبرني طلاب الأعزاء؟ أول شيء طبعا معروفة هي ألا نتناول أي طعام متعفن أو فاسد فقط، أم هناك أشياء أخرى؟ أول شيء يحمي الإنسان من التسمم الغذائي غسل اليدين دائما وكثيرا، قبل تناول الطعام، بعد تناول الطعام، قبل أن نمسك الخضروات والفاكهة والأطعمة، وبعد أن نمسك الأطعمة، لأننا قد ننقل لها بعض الأشياء أو هي قد تنقل لنا بعض الجراثيم عندما نأتي من خارج المنزل،
عندما نكون بالمدرسة ونذهب إلى البيت، عندما نكون خارج المنزل وندخل المنزل، عندما أذهب للوضوء في أي مكان يجب لدي القدرة على أن أغسل يدي، أقوم بغسل اليدين دائما، وطبعا غسل اليدين بالماء والصابون، ليس الماء فقط. الشيء الثاني هو غسل الأطعمة الطازجة جيدا قبل تناولها أو طهوها. عندما نشتري أي طعام طازج لابد أن نغسله جيدا، سواء كان خضروات، فاكهة، لحوم، دواجن. أي طعام طازج عندما نشتريه طلاب الأعزاء لابد أن نغسله قبل أن نأكله أو نقوم بطهي هذا الطعام. عندما نشتري دجاج طازج يجب علينا في البيت قبل طبخ الدجاج أن نقوم بغسله. عندما نشتري تفاح طازج يجب علينا قبل أن نأكل الطعام نقوم بغسله. إذا طلاب الأعزاء، غسل اليدين دائما، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، غسل الأطعمة الطازجة جيدا قبل تناولها أو طهوها. هذه من الأشياء التي تحمينا من التسمم الغذائي. هذا فقط، هل هناك أشياء أخرى؟ لنرى. أيضا الطريقة الثالثة، تناول الطعام المطهي جيدا. نأكل طعام مطهي جيدا، لا نأكل طعام. هناك نوع من أنواع الأطعمة وهي الأطعمة نصف المستوية، وهذه موجودة في بعض الدول وفي بعض المطاعم. يكون الطعام ليس مطهيا كاملا وليس مستويا على النار لفترة كاملة. عندما تأكل اللحم تجد أنه ليس لينا، يكون في هناك صعوبة في مضغ هذا الطعام، فيجب علينا أن نبتعد عن هذه الأطعمة. يجب علينا أن نتناول الطعام المطهي جيدا الذي تم تسخينه على النار بشكل جيد، حتى لأن النار والطعام عند طهي الطعام لو وجدت به جراثيم أو أي شيء، الحرارة العالية تقتل هذه الأشياء. إذا الطريقة الثالثة هي تناول الطعام المطهي جيدا. الطريقة الرابعة التي نعرفها جميعا، تجنب تناول الأطعمة المتعفنة أو الفاسدة. أي طعام متعفن أو فاسد أو ظهرت عليه علامات التعفن من تغير اللون، الريحة، الطعم، الملمس، هذا الطعام لا نجرب، نقوم برميه مباشرة في سلة المهملات ولا نأكل هذا الطعام. إذا طلاب الأعزاء، لكي نتجنب التسمم الغذائي ونحافظ على أنفسنا حتى لا نصاب بهذا التسمم الغذائي، يجب علينا أن نغسل اليدين دوما وكثيرا، غسل الأطعمة الطازجة قبل أكلها، تناول الطعام المطهي جيدا، وبالأساس تجنب تناول الأطعمة المتعفنة أو الفاسدة. هكذا طلاب الأعزاء نكون قد حمينا أنفسنا وتجنبنا التسمم الغذائي، هذا المرض السيء. وإلى لقاء يتجدد إن شاء الله مع درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.